السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، قبل الحلقات كنا نتجول في محافظه بغداد، وصلتني مجموعه استفسارات واسئله حول لماذا برنامج بخدمتكم يتقصد فقط العاصمه بغداد. بصراحه عاصمه بغداد بها كثير من المفاصل، بلديات متعدده، اشكاليات كبيره، وكل محافظتنا يا عزيزه علينا بالتاكيد، وهذا هذه رفعت راسا ان نكون احنا بخدمه كل محافظاتنا. ولهذا السبب عملنا على ان نتحول الى مجموعه من المحافظات. هي عمليه، بس المشكله عندنا تلاقينا دائما هي التعاون. بصراحه يعني محافظة بغداد، يعني بلديات بغداد كانت كلش متعاونة، يعني تهيئ لنا كل السادة المدراء. المحافظات تجربتنا معهم راح تبتدي الآن. يعني أول ما اتصلنا بإحدى المحافظات جاءنا مشكورا من تلك المحافظة، لكن المحافظات البقية راح نفتح تواصل، اللي ما يتعاون راح نعلن عنه بالفضائي وفي هذا البرنامج بالذات. ويا بالمحافظة سين ما تعاونت ويانا، يعني وهكذا اللي نبرأ ذمتنا أمام الله بالبداية ومن ثم أمام الناس. ولكن على بركة الله راح نبدأ حلقتنا اليوم بأهم من أهم ومن إحدى أهم المحافظات. بصراحة كل محافظات ذات أهمية، لكن هذه المحافظة لها خصوصية، لها قدسية خاصة، وهي محافظة النجف الأشرف. لأن أهمية هذه المحافظة، عدد زواره كبير جدا، وتحتاج الى خدمات، تحتاج الى المتصدي ان يكون واعي لهذه المحافظه واهميتها. مجالس المحافظات تشكلت قريبا، يعني صارت تقريبا 6 أشهر او اكثر بقليل. فبالتالي احنا ما نذب كل مشاكلهم او مشاكل المحافظه في المتصدين الان، لكن بعد 6 أشهر او اكثر أن ألتقي بالسيد المسؤول في أي محافظة كانت لا يتحمل وزر عدم عمله، لأن يكون أمام تحدي كبير، أمام سنة من العمل لابد أن يكون هناك ثمار يختطفها المواطن بعد سنة. لكن يوم هسه أنا ما أريد نفتح، هسه يقول السيد الضيف يقول شنو هاي، هذا من هسه راح أبدي بأسئلة ممكن يعني ينشرها، واني شلون احتمال بعد 6 أشهر ما اجي كضيف، خاف من الاسئله اللي راح يعدوها لي. لكن انا متاكد بجراءه وشخصيه هذا الرجل امانه، وانا اعرفه عن قرب، رجل طموح يحب ان يقدم خدمه، وهذا يحسب له. ضيف حلقتنا اليوم السيد نائب محافظ النجف الاشرف الدكتور كرار محبوبه. اهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله دكتور. الله يحفظكم. طبعا انا اشكرك على قدومك من محافظه النجف، وزرت قبل قليل، وشكرا لك. ورغم عملك والميداني والتزاماتك الكبيره، لكن حضرت بدعوه من قناه الايام، وهذا نعتز به امانه. شكرا لكم دكتور ولهذه القناه الكريمه. بالتاكيد البي هذه الدعوه لاحترامي وتقديري للإعلام بشكل عام، ولما تقدموه أنتم كقناة فضائية بشكل خاص، وعلى المستوى الأخص هو برنامجك الكريم الذي يعنى بهموم واحتياجات المواطنين وخدمات المواطنين. شكرا لكم. شكرا لك مرة أخرى دكتور كرار. دكتور، بصراحة احنا أثناء حديثي بالمقدمة ناولت هذا السؤال، وأذكر لك إياه بشكل مختصر. النجف الأشرف لها خصوصية، صحيح، قدسية خاصة لدى كل المسلمين، ما نخصص طائفة معينة، كل المسلمين. وتشوف زياراتها تبدي من كل حد من وسط، ومرت بالمناسبة وتمر بمناسبات ولادة أمير المؤمنين، استشهاد أمير المؤمنين، وكذلك أربعينية الإمام الحسين، وهو الطريق الواصل ما بين محافظات الجنوب والآتي من خارج العراق باتجاه كربلاء المقدسة، وكذلك ذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وولادته في أيام ولادته. وأنتم تصديتوا لهذا العمل، يعني عمل تنفيذي في محافظة النجف الأشرف.
ما هي الخدمات اللي تقدم لهذه المحافظة؟ أحسنتم، شكرا لكم دكتور حازم ولهذه القناة الطيبة ولبرنامجكم الكريم. صراحة محافظة النجف الأشرف تختلف عن سائر المحافظات، هناك أهمية كبيرة لهذه المحافظة، كما تعلمون هي قبلة المسلمين وقبلة العالم التشيعي في جميع بقاع العالم، وبالتالي هي مقصد للجميع من داخل العراق ومن خارج العراق على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على الأداء الذي يجب أن يقدم في هذه المحافظة، ولا يخلو من ضغوط ولا يخلو من مسؤولية حجمها كبير بلا شك، وهذا يحتم علينا أن نضاعف الجهود من أجل تقديم الخدمات للمحافظة. نحن عملنا منذ 6 أشهر على أن يكون هناك وقتا كافيا لتقديم العمل. صراحة وربما لأول مرة يعني أعتقد تسمع من هذا الكلام، أننا جلسنا ووضعنا برنامجا حكوميا يعنى بكل مفاصل هذه المحافظة لا سيما الخدمات منها، وأنا كنت رئيس لجنة كتابة البرنامج الحكومي، والحمد لله استطعنا أن نكتب هذا البرنامج الحكومي بمعايير قابلة للتطبيق وطموحة أيضا وفاعلة وغير مثالية، ووضعنا خطة إجرائية لكل ما ورد من فقرات داخل البرنامج الحكومي. فعندما نطلق عنوان مثلا نقول تحسين الواقع الصحي مثلا في المحافظة، كيف نحسن الواقع الصحي؟ هناك خطوات إجرائية، وهذه لأول مرة تحدث، أن تقدم برنامجا حكوميا ومعه خطة إجرائية متكاملة تفصح عن آليات تطبيق هذا البرنامج الحكومي، وجدولنا هذا البرنامج الحكومي ضمن جداول زمنية 4 سنوات وسنة و6 أشهر و3 أشهر، والحمد لله عرضناه على مجلس المحافظة وناقشنا معهم وتبنينا ملاحظات الأخوة في أعضاء مجلس المحافظة، ومضينا قدما في تطبيق فقرات البرنامج الحكومي الذي أستطيع أن أصفه أنه في المجمل أنه برنامجا خدميا طموح. نعم بلا شك بلا شك. جميل. هذا أولا بصراحة هذا الحديث مفرح بالنسبة لنا، طاقات شبابية، وإحنا نشوف السيد يوسف كناوي محافظ والسيد النائب أيضا شاب، ويعني طاقم شبابي. صح. صح. إحنا بالله هسه كبرنا بس إحنا نقول عشان شباب. فطاقم شبابي، وأنا أشوف أكو شنو السر لهذا الانسجام العالي؟ بصراحة أنا دائما التفت لمحافظة النجف، لي أولا هو عامل عاطفي يعني قدسية النجف، أنا أشوفها أتمنى تكون بمصاف الدول المتقدمة، المحافظات المتقدمة. صح. أو العواصم المتقدمة، أنا أشوفها هي عاصمة، النجف عاصمة للمسلمين جميعا. فشنو السر لهذا الانسجام ما بين السيد المحافظ والنواب؟ يعني صراحة كما تفضلتم هناك انسجام كبير وكبير وكبير جدا في الطاقم التنفيذي. جيد يعني ما بتوهم يعني. لا معلومتك صحيحة وبمحلها، ويسعدني انها واصلة لكم الحمد يعني لله. إيه في بغداد. صحيح. الحكومة المحلية التنفيذية في المحافظة يعني واحدة من مزاياها ان هناك انسجاما كبيرا بين السيد المحافظ ونوابه، وهذا له أسباب عديدة يعني صراحة. واحدة من هذه الأسباب ولعل هو السبب الأهم اتفاق يعني تفكير ورغبات وطموح ونوايا هؤلاء الثلاث لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لمحافظة النجف الأشرف، متجردين عن النزعة الشخصية وعن المصالح الخاصة وعن المصالح الفئوية أو الجماعية. هذا لعله السبب الأبرز، وهناك أسباب فرعية أخرى ممكن أن تكشف في برنامجكم، أنه إحنا عندنا علاقة قديمة قبل أن نتولى يعني منصب المحافظ ونواب المحافظ، تربطنا علاقة طيبة وسابقة عمل
والأعمال المكلفين بها سابقا لخدمة المجتمع كانت أعمال متشابهة فيما بيني وبين السيد المحافظ وبين السيد النائب الأول. ومنذ اليوم الأول الذي صوت مجلس المحافظة على أسمائنا ومنحنا ثقة تولي الحكومة المحلية في المحافظة، يعني أنا أتذكر الصبح صوت علينا، إحنا الظهر وضعنا برنامج عمل متكامل، متصارحين فيما بيننا، متكاتفين فيما بيننا. وربما أجزم أن محافظة النجف الأشرف يعني لم تأتيها حكومة محلية أكثر انسجام بهذا الانسجام منذ سقوط النظام أو حتى قبله وإلى يومنا هذا. بل أدعي أيضا، عفوا دكتور، أدعي أيضا أن الانسجام الحاصل الآن في هذه الحكومة المحلية ربما هو الأول من نوعه حتى على سائر المحافظات الأخرى. والحمد لله هذا شيء جيد انه لا نتقاطع. بس مو دا اشوفهم كل واحد من كتله سياسيه، يعني صحيح صح هو اطار داخل منظومه الاطار التنسيقي، لكن كل كتله مختلفه، بالتالي الفكر مالته الاجنده مالته تختلف عن الكتله الاخرى. انسجامكم وين صار؟ يعني اي مفصل تعلمون المشتركات؟ قبل قليل ذكرت أن محافظة النجف محافظة مهمة، وبالتالي الأنظار عليها، وهناك ضغوطات، هناك متابعة، هناك المرجعية الدينية، هناك يعني العلم والعلماء والثقافة وإلى آخره. كل هذا يحتم علينا أن نتجرد من كل الأمور الشخصية والحزبية وال يعني المصالح الخاصة، وأن نجعل المصلحة العامة هي الهدف الأسمى والهدف المشترك. مثاليات لا أبدا. ولذلك تشوفون الآن أكو هذا الانسجام اللي تفضلت به، شنو منطلقه؟ هو هذا المنطلق جميل ومنعكس الآن. روح اسأل أي واحد بالنجف الأشرف راح يقول لك أكو انسجام كبير بين، بل أبعد من ذلك، أنا أتحدث عن نكران ذات، ومن حقك دكتور ومن حق المشاهدين أن يتفاجأوا ربما لأنهم لم يعتادوا مثل هذا الانسجام. ولكن أنا أجزم وأؤكد أن هناك انسجام كبير جدا غايته النهوض بالواقع النجفي نحو الأفضل. أحسنتم. ونحن أيضا نحتاج أن ندون أسماءنا بالتاريخ. أكيد هاي بصمة لابد تكون. فالانسجام يأتي من هذا المنطلق أيضا. فعلا. دكتور حتمان قادر، موضوعة قدسية النجف، نعم أكو مشروع قانون على قدسية النجف، انثارت بالإعلام قبل فترة صح بأنه النجف لازم إلى قدسية كسائرة كربلاء، يعني لأن هذه الأماكن لها قدسية خاصة. يعني نشوف بعض الحالات الشاذة في هذه المحافظة أو تلك المحافظة، حالات كل شيء نسبية وليست قاعدة، لكن في النجف او في كربلاء هذا لا بحث اخر. يعني النجف ليش ما يصير قانون مثلا يحمي القدسية هاي؟ صراحة الحديث عن يعني قدسية النجف يراد له حدفت حلقة كاملة، لان به مفاصل عديدة ويجب ان يطرح بمساحته حتى تكون الرؤية متكاملة امام الجمهور. ولكن لا بأس ان نتطرق لما يسمح به وقت برنامجكم. النقطة الاولى، تعلمون أن النجف الأشرف يعني هي مدينة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يعني يضفي من القدسية الشيء الكثير على طابع المحافظة. الأمر الآخر، مدينة العلم والعلماء ومدينة المرجعية الدينية العليا منذ تأسيس الحوزة العلمية وإلى يومنا هذا، بالتالي هناك معالم واضحة جدا لقدسية المحافظة. ولكن هذه المحافظة وأنتم تعلمون اسمها النجف الأشرف، وبالتالي هذا الشرف يعني يعطي طابع القدسية. حتى في الإعداد دكتور ما قدرت أكتب النجف، لازم جناد نجف الأشرف. لا احنا هم نزعل عليك إذا بتقول الأشرف ما نقبلها. أنا أتشرف أن أكتب هذا النجف الأشرف. نجف الأشرف صراحة هذه القدسية التي نتحدث بها لابد أن تنعكس على مستوى القوانين وليس فقط على مستوى الشعارات. فعندما تأتي على مستوى الضوابط والتعليمات والقوانين لا تجد أن هناك خصيصة تتحدث عن قدسية النجف بمفاصلها العديدة.
وهذا طبيعي أن تحاول يعني كمحافظة أن تلجأ لتطبيق هذه القدسية على مستوى القوانين. فيما يخص ما تفضلت به قانون أو تشريع قدسية النجف الأشرف، صراحة قبل سنوات عديدة وضع قانون قدسية النجف على طاولة وأدراج مجلس المحافظة وتم قراءته والنظر فيه، ولكن لأسباب أنا أجهلها ركن هذا القانون القدسية ولم يعمل به إلى يومنا هذا. هناك اعتراضات موجودة، حتى أكون دقيق في هذا الموضوع، هناك اعتراضات على قانون قدسية النجف الأشرف. أنا أعتقد أن المعترضين على قانون قدسية النجف الأشرف هم يخشون بعض الممارسات، وهذا حق طبيعي لهم وأنا أتعاطف مع هذا الموضوع، ولكن لو دققنا وتمحصنا ما يراد من هذا القانون أعتقد أن كل أبناء النجف سيتفقون. والنجف ليست هي الوحيدة في هذا الموضوع القدسية، هناك كربلاء سبقتنا إلى هذا الموضوع، والآن التشريع موجود والقانون يطبق بحذافيره في كربلاء. بل أبعد من ذلك، دعنا نذهب إلى خارج العراق، هناك قوانين تخص مدينة مكة المكرمة والكل ملتزم بها، هناك قوانين تخص المدينة المنورة والكل ملتزم بها. وإذا ما أردنا أن نقارن في اختلاف القوانين بين محافظة وأخرى، هناك في محافظات أخرى في دول عديدة، الآن أنت تذهب إلى مثلا يعني محافظة في أمريكا على سبيل المثال، قوانين فلوريدا تختلف عن قوانين تكساس، ولاية إلى ولاية، صح، مراعاة لطبيعة الولاية. وكذلك صح. مثلا في الجمهورية الإسلامية موجودة بعض التعليمات في محافظة تختلف عن محافظات أخرى، مثلا في مشهد تختلف، في قوم تختلف، وهكذا الأمر، وهذه خصوصية المحافظة. نحن يعني صراحة لعلكم تعلمون أو لا، أول من يعني في هذه الحكومة الجديدة أول من بادر لإطلاق موضوع قدسية النجف وقانون قدسية النجف هو أنا. جميل. وصدرت بيان رسمي طالبت مجلس المحافظة بتفعيل قانون قدسية النجف، وتحدث في البيان قلت نحن في الحكومة المحلية نكفل التطبيق بشكله الصحيح لهذا القانون. جميل. تعلمون نحن لا نستطيع أن نبادر، يجب أن يكون هناك تشريع من مجلس القانون. المحافظة، ومن ثم يدخل حيز التطبيق والتنفيذ. صدقني دكتور حازم، يعني أنا يشكولي بعض الأخوة المسؤولين على مستوى المسؤول الأمني، المسؤول العسكري، غيره يقول أنا ما عندي تعليمات، ما عندي ضوابط يعني أقدر أحاسب هذا التصرف أو أحاسب هذا التصرف، ماكو قانون يحمي، وبالتالي الأمور تنفلت. أيضا أشير إلى مسألة مهمة، أنه عندما نتحدث عن قانون قدسية النجف يعني لا يتبادر إلى الذهن أننا نحاول أن نقيد حريات الآخرين، أبدا، حريات الآخرين مكفولة وممارسات الجميع مكفولة، شريطة أن لا تتعدى على قدسية هذه المحافظة. صح. هذه المحافظة مهمة. الآن بعد حديثنا عن قدسية النجف وبعد البيان الذي أصدرته، وعقدنا عدة جلسات في بيوتات نجفية، في احنا عدنا بالنجف في سحلها الأطراف، طرف البراق والحويش ومجموعة من يعني من هذه البيوتات، جلسنا وعقدنا جلسات بالمشراق أيضا، بيوتات العمارة وغيرها، هاي الأطراف المهمة، وأيضا حتى في الأقضية والنواحي، ووجدنا أن هناك تقبلا كبيرا لهذا الموضوع. الآن طرح مرة أخرى في مجلس المحافظة هذا القانون، ويعني أعيد تنشيط هذا الموضوع، وبالتالي عقدت جلسة أيضا وتم قراءة القانون. أدعو من هذا المنبر أخوتي وأعزائي في مجلس المحافظة أن يمضوا قدما في تشريع هذا القانون بشكله البسيط، بدون التعقيد وبدون التهويل،
وبدون أن نسمح للآخرين أن يقولوا أن هذا تقييد للحريات وإلى آخره من هذه الأمور، بل نحن نحاول أن نكون ككربلاء وكالمدينة المنورة وكمكة وغيرها، ونحفظ للنجف شرفيته وقدسيته. أحسنتم دكتور، شكرا على التوضيح. طبعا وفعلا يحتاج لحلقة لأن بيه تفرعات كثيرة، نعم، وتساؤلات الناس، لكن خير ما فعلتم أنه نزلتوا للميدان لتوضيح هذه الفكرة. صحيح، هذا شيء مهم. بالتالي أكو ممثلين عن أبناء المحافظة أيضا راح يأخذون دورهم بقضية نشر وعي عن هذا القانون المهم. يعني صح، راح نرجع على موضوع جدا مهم دكتور، قضية التعليم. يعني هاي مأساة أغلبية المحافظات، لكن أكو بوادر جيدة، بناء مدارس، شكل التعاقد المباشر غير المباشر. النجف الأشرف شنو دورها المحافظة قضية التعليم، بناء أو تأهيل مدارس؟ ودليل أكو ناس أغلبيتها ثلاث دوامات، ثلاث وجبات بالمدرسة الواحدة، صباحي وظهري وعصري، حتى يستكملوا. هاي مشكلة نشوف بالصف الواحد. طبعا ما داعش فقط عن النجف، لا ما شايف واقع النجف التعليمي بصراحة، داعش عن محافظة بغداد بالذات، كونها بغداد تشوف هاي الدوام الثلاثي، كل دوام بسبعين طالب في الصف الواحد، بدليل أغلبية الطلاب غادرة قضية التعليم. نعم، وأنا ما أروح باتجاه أن أدعم هذه الفكرة، فكرة سيئة جدا. بدليل هسه احنا عندنا واي ناس أميين كبروا وشباب صاروا ما راحوا المدارس. صحيح، شلون تعالجت هذا الملف؟ صراحة الحديث عن التعليم به عدة مفاصل، بجانب خدمي، بجانب فكري، علمي، نتائج غيرها من هذه الأمور. دعني أؤكد أن النجف الأشرف كانت ولا زالت وإن شاء الله ستبقى دائما في النتائج هي في مصاف المحافظات الأولى. صحيح، نحن في النتائج الأخيرة للدراسة الإعدادية على بفرعيها، كان للنجف الأشرف الحظ الأوفر في احتلال المراكز الأولى على مستوى العراق. التربية، نعم، لدينا ثلاث طلاب طلعوا معدلات عالية على مستوى العراق، ويعني إذا ما قارنا يعني كان الأول من بغداد، فالثاني والثالث وغيرهم من النجف الأشرف، وهذه حصيلة كبيرة. صح، جدا. وللأمانة ما تنظيف التعليم العالي، جامعة الكوفة دائما متصدرة بالتصنيف. صحيح، سمعتم الخبر الأخير حول جامعة الكوفة. بالتعليم هناك تركيز مهم، هناك اهتمام كبير، هذا الاهتمام متعدد ومتفرع، يبدأ من مستوى المحافظة والحكومة المحلية في المحافظة، وينزل إلى مستوى إدارة التربية ومديرية التربية وكادر التربية، وأيضا يصل إلى مستوى الأسر وأولياء الأمور. هناك اهتمام كبير، ولذلك تجدون أن النتائج دائما هي نتائج أولى، حتى على مستوى المسابقات العلمية والقرآنية والثقافية والقراءة وغيرها من هذه الأمور، للنجف مكانة كبيرة على مستوى العراق وعلى مستوى خارج العراق، دائما يحصدون مراكز متطورة. بل أشير إلى أن النجف الأشرف من أبنائها من حصلوا على المركز الأول في مسألة الذكاء الاصطناعي وغيرها، على مستوى بطولة العرب في الأردن، وعلى مستوى بطولة أخذ واحد يعني رقم أول على الوطن العربي من النجف، وعلى مستوى الإمارات أخذ ثاني على الوطن العربي، والآن هم مدعوون إلى مسابقة في الهند. على المستوى الخدمي لدينا مشاكل صراحة، يعني لا زالت هناك دوامات ثلاثية وثنائية في بعض المناطق. دعني أكون صريحا يعني، ولا يمكن أن نجامل في هذا الموضوع، لدينا مدارس كرفانية لا زالت موجودة إلى هذه اللحظة، لدينا دوام واقعية بلا شك. أنا أتحدث أمام احترامي لكل أبناء الشعب العراقي، ولكن أنا أتحدث أمام أبناء محافظتي، أمام أبناء النجف، لا يمكن أن أخفي سرا في هذا الموضوع. لا زال لدينا اختلاط بين الذكور والأناث في هذا الموضوع. هذا جزء من عند يعني تتحمل صراحة الحكومة المركزية. لدينا مدارس إلى الآن تعاني من مشاكل في مسألة اكتمال البناء مالتها،
تسمى قانون مشروع رقم واحد وهذا وزاري. هناك مدارس فيما يخص القرض الصيني وهذه أيضا قضية مركزية وتقيد الحكومة المحلية بلا شك. وأنا شخصيا يعني سويت مجموعة كتب وطلبت من الأخ المحافظ أن يخاطب وزارة التربية في هذا الموضوع أن يحول ترميم هذه المدارس في عهدتنا إحنا كمحافظة وإحنا مستعدين أن نكمل بنائها ونكمل ترميمها أفضل مما باقي بهذه الحالة، لا هي الكاملة ولا هي المحالة إلى جهة أخرى، وأبنائنا وولدنا يدامون بمدارس كرفانية. أنا اسمح لي يعني أن أكون صريح في هذا الموضوع من هذا المنطق، يعني من هذا المنبر أوجه رسالة إلى السيد وزير التربية المحترم، وهو رجل محترم وتربوي ويدرك أهمية هذا الموضوع، أن يأتي إلى محافظة النجف الأشرف ويطلع شخصيا بشكل ميداني على المدارس التي تتعلق ب مشاريع وزارية. خلينا نشوف انت حل، يعني لازم نشوف حل. وأنا ما أريد أتحدث أكثر، وإلا أنت تخيل أولادنا بمدارس كرفانية كارثة. يعني أبناء النجف يستحقون أن يكونون في مدارس كرفانية، هذا مؤذي حقيقة، هذا حديث مؤذي. يعني باكر عقبه مثلا لا سامح الله صار فتشيء كهربائي فشيء كذا، من يتحمل المسؤولية؟ وهي هاي الناس اللي ما تعرف ايش الموضوع وتفصل اعمال يحملونا احنا المسؤول المحافظه يحملونا احنا المسؤول انتم ما قاعد تشتغلون. لذلك انا اتحدث بصراحه مع السيد معالي وزير التربيه وهذه دعوه ان ياتي وان يشاهد ما موجود في المحافظه. مع ذلك نحن اطلقنا يعني شعار ان نخلي المحافظه خلال السنه هذه الدراسيه ان شاء الله من كل المدارس الكرفانيه. انا بوصفي مسؤول ملف التربيه متابع بهذا الموضوع، وايضا السيد المحافظ يتابع في هذا الموضوع. على المستوى الاخر اللي ذكرته في موضوع محو الاميه والاميه، صراحه يوجد مجلس اعلى لمحو الأمية في العراق يرأسه السيد وزير التربية، وهناك مجالس فرعية في كل محافظة يرأسه المحافظ، وفي النجف الأشرف السيد المحافظ خولني برئاسة مجلس محو الأمية. أيضا دعني أكون صريحا مع أبناء محافظتي أن هذا المجلس وهو مهم جدا لم يعقد منذ 2003 إلى يومنا هذا غير 3 مرات فقط. يعني هو هذا اتحادي والمحافظات جزء منه، معقولة من 2003 الآن؟ أنا مسؤول عن كلامي، لم يعقد إلا 3 مرات فقط، والحمد لله الحكومة المحلية الجديدة في محافظة النجف الأشرف فعلت هذا المجلس، وأطلقنا شعار نحو نجف خالية من الأمية، وهذا الشعار تحولنا فيه من الشعار إلى الشعور الواقعي، وصدرنا مجموعة كتب. الحمد لله مجلس محو الأمية عقد جلسته الرئيسية في المحافظة وصدرت مجموعة توصيات متعددة وكبيرة جدا تخص الجانب الجانب الأمي الموجود في المحافظة. لا يليق بالنجف أبدا أن يبقى موضوع تبقى موضوعة الأمية موجودة في المحافظة. مخاف هماتين بعد هم نقول من 2003 إلى الآن، أستنوا بعدين بعد فترة بعد 10 سنوات أبداً. أنا أتعهد من 2004 إلى الآن أبداً أنا أتعهد بتفعيل هذا المجلس وبديمومته، وبل أبعد من ذلك، نحن بعد انعقاد الجلسة الرئيسية لهذا المجلس عقدنا جلسات فرعية لتطبيق توصيات المجلس، وأحدى أهم هذه الجلسات الفرعية أننا اجتمعنا مع كل مدراء الإعلام في المحافظة في كل دوائر الدولة، وأطلقنا حملة كبيرة لتوعية الناس للاشتراك في مراكز محو الأمية حتى نصل إلى تصفير هذا الموضوع داخل المحافظة، وبالتالي نعلن عن نجف خالية من الأمية. كل ملف له خصوصيات دكتور حازم. نعم ربما هسه البعض يسمعنا يقول والله ذولا بطرانين يتحدثون عن الأمية، هي المدارس كذا كذا. أخي صحيح كل الخدمات تأتي تدريجيا إن شاء الله، ولكن لا يليق بنا نحن النجف مدينة العلم مدينة العلماء أن يبقى عندنا ناس أميين إلى هذه اللحظة. نعم هي رغبة مواطن أكبر مما هي مسؤولية حكومة،
ولكن نحن نصل إلى المواطن ونحثه على الاشتراك، والحمد لله توجد لدينا مراكز كبيرة لمحو الأمية داخل المحافظة، وأيضا أعلننا عن استعداد مجموعة من دوائر الدولة أن تفتح صفوف داخل بناياتها موفرة وبها خدمات متكاملة لأن تكون في خدمة مسألة الأمية ومحو الأمية. وأيضا ندعو أبناء محافظتنا لا سيما في القرى والأرياف أن يشتركوا في مراكز محو الأمية. إن شاء الله سنعلن النجف خالية من الأمية قريبا بإذن الله تعالى. بما أنه النجف إن شاء الله تكون خالية من الأمية، أنا أروح الزيارات أشوف النجف خالية من التشجير، صحراء من التشجير، تشجير ماكو، ماذا أشوف بصراحة الأمان يعني أروح شعل على قولته ماكو. لا مو هذا المستوى، ما سأل أعطبك بالمحافظة بعد أصل لحدود المحافظة، إيه أشوف بالمدينة صح بالقديمة بالكذا أكو تشجير موجود، لكن إحنا الحزام دائما يدور النجف ما نشوفه بحيث الغبار صح في مقبرة في وادي السلام أكلنا بحر النجف كذا، ما ممكن تصير هذه شيء يعني فمستويات يعني، لكن تحتاج إلى النجف أن نشوف خضابي من العين، يحتاج هو مو فقط هو التمتع العين يحميك من الغبار يحميك من موجات الحرارة وهكذا. ليش النجف يعني؟ هذا سؤال سائل هسه، أنا ما أذب بصراحة اللوم على محافظة تأسست منذ 6 أشهر مو تمام؟ صحيح 6 أشهر يعني خب أنت ما عندك عصا صحيح خلال 6 أشهر راح تنفذ كل هذه الوعود، لكن ليش النجف؟ شو السبب؟ صراحة يعني محافظة النجف الأشرف بطبيعتها الجغرافية هي طبيعة صحراوية وأنتم تعلمون هي يعني متاخمة للصحراء وحدود المملكة العربية السعودية والأنبار والنخب وكربلاء وغيرها، وبالتالي هي طبيعة صحراوية شئنا أم أبينا. ولكن هذه الطبيعة الصحراوية ممكن أن تتحول مثل ما تفضلت إلى أن تكون يعني حاضنة للخضار وفيها ما فيها من الأشياء التي تجابه الطبيعة الصحراوية. إحنا لدينا شيء يسمى مجلس حماية وتحسين البيئة، وهذا مجلس مهم جدا يعني مجلس المحافظة لو لا لا في المحافظة في المحافظة في المحافظة في الحكومة التنفيذية مجلس حماية وتحسين البيئة، وأنا أرأس هذا المجلس. المجلس صراحة كل مجلس ترأس صدقك بعيد بالعكس هي مسؤولية يعني متفاقمة أي فعلا صح الأول يقللون عليه لا هو يعني أنا هذا قصدي بالسؤال دكتور بأنه عندك الوقت الكافي لإدارة هذه الملفات؟ بلا شك احنا نعطي كل ملف يعني إلى أهميته وإلى لجانه، وأكيد يعني مو حد يعني أنا من ما أقول يعني مجلس معناه فيه عدد كبير من الأعضاء ولكل عضو مهام ولكل مجموعة مهام أيضا. مجلس حماية وتحسين البيئة اجتمع عدة جلسات خلال هاي 6 أشهر ناقش عديد من المواضيع التي تتعلق ببيئة النجف بكل تفاصيلها وتفرعاتها، وآخر جلسة كانت قبل أيام تحدثنا فيها عن مشاكل الحزام الأخضر وكيفية إدامته وغيرها. ولكن أنا ذكرت مجلس حماية وتحسين البيئة حتى أقول أننا في وقت سابق أطلقنا مبادرة وأنا شخصيا أعلنت عن هذه المبادرة لزراعة 1,000,000 شجرة في المحافظة، وهو رقم فيه يعني من التحدي الشيء الكبير بعلمنا وبمعرفتنا بما نستطيع أن نفعله، أعتقد نحن قادرون على زراعة هذا الرقم خلال 2 سنين إن شاء الله. فعلا بادرنا وأطلقنا حملة كبيرة بزراعة الأشجار لا سيما في دوائر الدولة وفي مناطق متعددة من المحافظة، إلى الآن يعني لم نصل إلى مئات الآلاف بل عشرات الآلاف، ولكن الحمد لله إن شاء الله في الشهر 10 ستنطلق استكمالا لهذه الحملة حملة زراعة 1,000,000 شجرة ستنطلق حملة كبيرة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية وأبناء النجف لأن نحول النجف إلى مساحة خضراء. أشيد كثيرا بدور وزارة البيئة أيضا والسيدة وكيل وزيرة البيئة
وعدتنا إن شاء الله بتزويدنا ب 300,000 شتلة خلال يعني هذه الفترة إن شاء الله ستصل لمحافظة النجف. إحنا أيضا ك يعني حكومة محلية استوردنا بعض الشتلات واشترينا مجموعة كبيرة من الشتلات، وصراحة أن يعني تحويل النجف إلى محافظة خضراء هذا هدف لا نتنازل عنه. جميل. ولا نتراجع عنه، وقطعنا شوطا لا بأس به في الإعداد والاستعداد لهذا الموضوع. أعتقد بالأيام القادمة إن شاء الله يعني راح تظهر هذه المظاهر الخضراء، ولكن هي دعوة لكل أبناء النجف الأشرف أن يشاركوا معنا. الحكومة المحلية وحدها لا تستطيع. هذا موضوع عام، يعني حتى من نزرع الأشجار يحتاج من يديمها، ما عندنا ذيك الكوادر ويعني الطاقة الاستيعابية من الموظفين لإدامة هذه الأشجار. لذلك المواطن هو يكون يساعد يعني، يعني شجرة خاصة مناطق قريبة، أي يعني شجرة أمام بيته مثلا، شجرة في منطقته في كذا، هو يسقيها، هو يرتبها، هو يسويها، وهي مسؤولية مشتركة. المحافظة هي محافظة الجميع. ومسألة تحويل النجف إلى محافظة خضراء هو هدف أعتقد يرغب به كل أبناء المحافظة. ممتاز. بما أنه أنتم راح تشتون فد مليون شتلة يا دكتور كرار، قطع الأراضي خاف أنهم الناس ما توزعون، راح توزعونها كلها شتلات وتخلون ماكو توزع. لا لا، هذا صراحة يعني زراعة الأشجار يكون في أماكنها المخصصة. بس يبدو أنت تريد تسأل عن قطع الأراضي. صراحة قطع الأراضي يعني هو موضوع أصبح ذات الساعة، مو ذات اليوم ولا ذات الأسبوع. الكل يتحدث عن مسألة توزيع قطع الأراضي. أنا أقول أن كل أبناء النجف الأشرف بكل شرائحهم وبكل أطيافهم وبكل طبقاتهم ممن لم يستفيدوا يستحقون أن تكون لهم قطع أراضي. ولكن دعني أكون صريح في هذا الموضوع. إحنا عندنا رغبة أن نتعامل مع هذا الملف تعامل جدي وليس لإرضاء فئة دون أخرى. يعني صح المواطن صوته عالي، الإعلام ده يركز على هذا الموضوع، ولكن ما يخالف خليه يتحملونا شوية. احنا ذاهبين باتجاه ان نفرز قطع اراضي وان نحولها الى شركة المطور، وهذه تجربة جديدة ستكون في محافظة النجف الاشرف. تعلمون الاستفادة من قطع الاراضي يكون بثلاثة يعني ثلاثة توجهات. التوجه الاول ان تعطي قطعة ارض للمواطن هو يبنيها، وهذا بلا شك سيكون هناك عشوائية في الموضوع، خاصة ونحن مقبلون على تطوير المحافظة، على إنشاء نجف جديدة، مدينة النجف الجديدة. هذا إحنا عندنا رغبة بهذا الموضوع. التوجه الثاني أن تعطي استثمار، وأنتم تعلمون من العمود موضوع الاستثمار وما فيه من ملفات فساد. أنت قلت أنا ما النقطة الثالثة لا، أن نذهب باتجاه شركة مطور. شنو يعني شركة مطور؟ هي اسمها مطور لو لا لا الفكرة عباد يسوي إعلان الشركة لا 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 الفكرة يعني هذه قطعة الأرض لنفترض فرزنا كذا دونم زين، نريد نوزعها لفلان شريحة مثلا. هذه الشركات تأتي يعني مسبقا وتقوم بتأهيل كافة الخدمات لهذه المساحة المفروزة كبنى تحتية، بنى تحتية متكاملة بها ماء، بها مجاري، بها تبليط، بها طرق عامة، بها كهرباء. وهذا قد يعني يجعل السعر مرتفع قليلا على المواطن، ولكن قيمة الأرض سترتفع أضعاف أضعافها. هذا اللي دا يخلينا احنا شوية نتأخر بهذا الموضوع، لأن احنا جاي ندرس هذا الموضوع وهو موضوع مفيد جدا، وأبناء النجف راح يترحمون على والدينا بعدين. بس بي عوائق رغم أنا أقول لك النجف النجفين شوية حقهم يعني مستعجلين بما هناك يعني جرحى، هناك حشد، هناك وزارة الدفاع، هناك الداخلية، هناك المواطنين اللي ما مستفادين وأضابيرهم موجودة وكاملة بالبلدية، حقهم علينا ويستحقون. بس شوية خلي يصبرون إن شاء الله. إحنا ماضين باتجاه توزيع قطع أراضي بإذن الله تعالى للكل،
ولكن بشكل تدريجي، وخلونا شوية اصبروا علينا بس خلي ندرس هذا الموضوع ونكمله إن شاء الله، وإحنا ماضين بتوزيعها. المعوقات نعم هناك معوقات كبيرة جدا، هناك بعض الأراضي عليها أحمال، عليها عقود زراعية، عليها كذا، هذه يحتاج إلى تغيير عنوانها، إلى نقل ملكية، يحتاج إلى تخصيص. كعادتي أنا أن أكون صريح في حديثي، هناك وزارات أطت موافقات بدون الرجوع لنا في أراضينا في محافظة النجف الأشرف، وبالتالي يعني أصبحنا مقيدين. ثق إحنا يعني في يوم من الأيام أنا والأخ السيد المحافظ والنائب الأول طلعنا من الفجر الساعة 5:30 الصبح إلى أطراف الحدودية لمحافظة النجف الأشرف، ومعانا كل الدوائر المختصة، عقارات الدولة والزراعة والبلدية والتخطيط العمراني وغيرها، في سبيل أن نحصي ما موجود من أراضي عندنا وما تبقى من الأراضي التي لم تضع بعض الوزارات يدها من خلال الموافقات. أنا أطمئن أبناء النجف الأشرف أنهم سيحصلون على قطع أراضي، ولكن يحتاج إلى قليل من التأني، قليل من الانتظار، حتى نوزعها بشكلها الصحيح ونساهم في بناء نجف جديدة متكاملة. لدينا أحياء، احنا ما نريد نكرر تجربة البعض اللي سبقونا، وهي تجربة يعني ما أعرف ظروفهم شنو، خطأ أو لو ما خطأ أو ما أقدر أقول، لأن لكل حكومة ظروف معينة، ولكن لدينا أحياء الآن وهي طابو حكومي موزعة بشكلها الصحيح منذ سنوات إلى الآن لا يوجد فيها خدمات. وهذا سبب مشكلة، وهي مشكلة حقيقية. صح. يعني أنت اليوم قاعد بطابو وباني وكذا، لا عندك تبليط، لا عندك مجاري، لا عندك شبكة ماي، لا عندك كهرباء صحيحة، لا عندك طرق تربطك بالمناطق الأخرى، هذه مشكلة. مناطق عندكم؟ طبعا لدينا هذه المناطق موجودة، وهي أحياء سكنية وكبيرة جدا، وفيها يعني فيها عدد نسمات. اليوم احنا نتحدث عن كيفية يعني اطلاق مشاريع لخدمة هذه الأحياء بعد مضي كذا سنة. هذه التجربة ما نريد نخطئ بها، وإن كانت يعني تحملنا صراحة مسؤولية كبيرة أمام المواطن، لأن المواطن الآن يعتبر أنه إحنا ما مهتمين بموضوع قطع الأراضي وما نريد نوزع، ولكن هذه المصارحة أنا أصارح بها المواطن النجفي، وأأمل من المواطن النجفي أن يكون على قدر كبير من المسؤولية في تقدير هذه الأمور. جيد. عفوا دكتور، حتى ولو هي بعد هاي أسئلة لكن يقول لي دقيقتين بس. بعد حلقة لا دقيقتين ساعتين يعني شهرين بصراحة أسئلة كبيرة وكثيرة. نعم. ومشاريع مستقبلية ومشاريع الآن اللي تعملون بها، علاقاتكم مع دوائر الدولة والحكومة المركزية، ومجموعة كبيرة من الأسئلة للأسف ما لحقنا. لكن في نبذيات الموضوع، قضية قطع الأراضي، أنا مثلا من النجف، أنتم قلتوا هذا الدونة مثلا راح نوزع على كل الشرائح وهي نسب، أنت تقول حطيه لهذه الشركة وهي تبني وتسلمك مفتاح مثلا إذا كانت الفكرة، أو بس بنى تحتية وكمل. لا فقط بنى تحتية، مطور ما تبني بيت هي. ما تبني بيت هي، يعني تؤهل منطقة كاملة. مثلا هسا إحنا بالحكومات يعني بالقانون مثلا المتر خاصة القرى والأرياف المتر بألف دينار. نعم. يبيع على الحكومة. نعم. ما أعرف أنا إيش اشتريت في وقت يعني من حالي. متر بألف دينار، هنا أنت راح تضاعف المبلغ، هذا الهدف من الأساس. طبعا هو سعر القطعة راح يتضاعف أكيد. ليش؟ لأنه راح يستلم المواطن قطعة مخدومة، بس هي نفسية القطعة إذا كان سعرها بغير الخدمة شيء، بعد الخدمة راح يتضاعف ثلاثة أضعاف. زين أنتم ليش ما تطورون هاي الفكرة مثلا شركة كاملة بناء جاهز، مثل طابق أول أو طابقين حسب المنطقة توزعوها. أنا ذكرت الدكتور حازم قبل قليل أنه إحنا لازلنا ندرس الموضوع. فإن شاء الله نخرج بنتاج. أنت ذكرت قبل قليل مسألة المشاريع وكذا. الحمد لله احنا اطلقنا نص دقيقة اطلقنا الان 60 مشروع ضمن موازنة 2023، 50 مشروع تنفيذ مباشر و10 منهن اعلان. ابرز ما موجود في هذه المشاريع هو شبكة ماء مهمة جدا للاحياء الشمالية
بقيمة 16 مليار تقريبا. وأريد أقول لك شوف الحكومة المحلية الجديدة إيش سوت. من إجينا إلى المنصب في محافظة النجف لقينا أن تحضيرات وإعداد متطلبات إدراج مشاريع موازنة 2023 لم ينجز منها فقط ثلاثة مشاريع. ثلاث مشاريع بس الحكومة السابقة، ثلاث مشاريع فقط لقينا، هذا ثلاث مشاريع على قولتك ظروف المحافظة. لكن احنا من إجينا خلال شهرين، خلال شهرين أنجزنا متطلبات إدراج 150 مشروع. أكو فرق بين سنة كاملة بثلاث مشاريع وبين شهرين تنجز متطلبات 150 مشروع، والحمد لله صادقت عليها وزارة التخطيط. والآن أعلنت كثلاث مراحل، المرحلة الأولى 60 مشروع منها، وأيضا ذهبنا باتجاه مشاريع موازنة 24. وأقول أن النجف إلى خير إن شاء الله. هذه نتائج الانسجام ما بين الكابينة الحكومية. بلا شك. بلا شك. الدكتور كرار محبوب نائب محافظ النجف الأشرف، شكرا لقدومك إلى بغداد، شكرا لكل هذه المعلومات، ونتمنى لك التوفيق بعملكم، وأكيد لنا زيارات ولنا لقاءات أخرى في قادم الأيام إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم دكتور. الله يحفظك. الله يحفظك. إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة، أتمنى أن أوصلنا رسائل بصراحة أنا أشوفها إيجابية، وجهة نظري كمقدم برامج رسائل إيجابية رغم معرفتنا أكو هناك إشكاليات وأخطاء في بعض الدوائر كانت في مجلس في محافظة النجف، لكن هاي رح مجموعة حلقات حتى تغطي محافظة مثل محافظة النجف الأشرف. لكن نوعدكم إن شاء الله في قادم الأيام راح تكون لنا جولات في محافظة النجف، في محافظات الأخرى بقوتي وتعالى. في ختام الحلقة قبل تحيات كادر البرنامج، وأنا معدو مقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.